وشوشة. لا اكيد امي بتشوف ابنها بتزعل ابنها طبعا يعني. لانها شافتك تعبت قد ايه وشقيتي قد ايه واخواتك برضو بيشوفوك انت تعبت وانت ما تستاهليش ده يعني انا ما استاهلش ده. انا واحد سبت حالي وماله جيت قعدت هنا على الارض في القاهره لقيت مش كل باب يعني يعني انا مش قادر اوصل لك حجم التعب اللي انا تعبته هنا في القاهره ده قد ايه يعني. ما فيش باب اتفتح لي، منتجين، مطربين، محلات، كافيهات، اتمرمطتي يعني انت اتمرمطتي، جعتي واتبهدلتي واتلطمتي واتكسر بنفسك وتهزق كل سنين طويله جدا بتخبطي على كل باب عشان باب يفتح لك. مفيش باب يفتح لك، ربنا بدا يشاور عليكي وبدات الدنيا ها هتبدا تمشي معاكي فتقفل التاني. وانا رئيست من مصر رحت مسافر بره شغل عشان ربنا يكرمني وبرجع اعمل قرشين وبترجعي تصرف على اهلك ومش عارف تحاول تامني مستقبلك وتحاول تعملي اغنيه تصرف على اغنيه. صرفت كل اللي ورايا واللي قدامي على شريط ما نجحش، خدت ورثه ابويا بعد كده صرفته تاني كله ما نجحش، عشت شحات شغال في بنزينه وشغال عامل قمامه وشغال عامل انتاج وشغال عامل امن وش يعني اشتغلت كل حاجه ربنا خلقها في الحياه. وبعد كده ها بدات تقف على رجلك شويه، طلعت بره مصر اتغربت، بعد كل ده سنين طويله جدا تعبت ويجي في جارك قال لك وقف عند كله، طب انا اكل عيش منين بقى؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.